عاجبني جدا نظام المسلسلات القصيرة اللي منصة شاهد بتعملها بقالها مدة، واللي بدأت فيها بمسلسل في كل أسبوع يوم الجمعة لمملكة إبليس للشركة الألمانية لمكافحة الخوارق شديدة الخطورة وليه لأ، وآخرهم مسلسل الحرامي. والحقيقة المسلسلات دي كويسة جدا، وكانت خطوة حلوة جدا وكويسة جدا من شاهد إنها عملتها للمسلسلات الخفيفة اللي تبقى معمول يعني معمول الهدف منها ما فيهاش حشو كتيرة مش كبيرة على الفاضي. فمن رأيي أحسن مسلسل على النظام ده عملته شاهد لحد دلوقتي هو مسلسل في كل أسبوع يوم الجمعة، وده من ناحية كبيرة جدا كتمثيل وإخراج وأداء وكل حاجة. كنت عملت عنه حلقة هسيبها لك في الديسكريبشن وهتلاقيها طلعت في الأي فوق برضه. ولكن يعني كان في مسلسلات تانية ما عجبتنيش، بس كانت مسلسل، كان اسمها مسلسل، كان فيها أحداث. لكن مسلسل الحرامي أنا مش شايف إن هو مبرر، يعني شايف مش شايف ليه اتعمل مسلسل أصلا. في البداية مسلسل الحرامي هو بطولة أحمد داش وبيومي فؤاد ورانيا يوسف وكريان عزمي، وبيتكلم عن قصة حقيقية حدثت قريب جدا في أحداث كورونا. طبعا يعني مسلسل وهو أول مسلسل مصري قصير يعني ميني سيريس. طبعا ميني سيريس يعني مبدأ مثلا اللي هو إيه 20 دقيقة على الأقل الحلقة، لكن المسلسل ما يتعداش العشر دقايق. طيب ممكن نقول لو هو مثلا كده هنعديها من ناحية إيه؟ ان هو في احداث كتيره جدا، فاستخسروا ان هو الاحداث الكتيره دي تبقى فيلم، فقالوا لك نعملها على 10 حلقات مسلسل، فده تمرين منطقي. ولكن بعد اول 3 حلقات انا لاحظت ان مفيش ولا حدث موجود في المسلسل. انا عاجبني جدا فكره المسلسلات القصيره دي، بس ما عجبنيش تنفيذها في مسلسل الحرامي. كان مسلسل الحرامي ده انا من رايي ان هو كان يتعمل فيلم افضل بكتير، لان زي ما قلت يعني في اول 3 حلقات ما فيش فيهم اي احداث خالص يعني نهائي. الثلاث حلقات عباره عن ايه؟ واحد حرامي بيسرقش من الفقراء بس بيسرق من الاغنياء، دخل البيت اتحبس في البيت مش عارف يخرج وصاحبه خلع، بس ده كل احداث الثلاث حلقات. فمن رايي ان هم يعني ظلموا المسلسل ده ان هم يعملوا مسلسل اصلا، كان يبقى فيلم احسن، لان كله على بعضه هيبقى ساعه و40 دقيقه، فانت ساعه و40 دقيقه هي دي مده الفيلم اصلا. يعني يعني سيريس لو انت هتعمله 10 حلقات يبقى على الاقل مثلا تبقى الحلقه 20 دقيقه تبقى مبلوعه شويه، ولكن 10 دقائق بس. طب انت ليه ما عملتوش فيلم من الاول؟ فزي ما قلت هم يعني شاهد ظلمت العمل ده انها خلته مسلسل. فاتمنى على الاقل ان هو يبقى فيه احداث كويسه، يعني يبقى القصه حلوه. ان طبيعي انت تتفرج على الحلقه 10 دقائق يعني ما فيهاش اي حاجه، حتى ما فيش يعني هم دوبك كام مشهد بالظبط، فيبقى على الاقل بقى في قصه حلوه، يبقاش يعني يبقاش لا في مده مشاهده ولا قصه على الفاضي. يعني اتمنى اشوف احداث، لان اصلا مش عارف اقيم الاخراج ولا عارف اقيم التمثيل ولا عارف اقيم اي حاجه، لان زي ما قلت هم كام مشهد اتعدى على الصوابع اللي اتعملوا في الثلاث حلقات. يعني حرفيا الثلاث حلقات دول ينفعوا حلقه واحده، حتى هتبقى حلقه واحده ناقصه، يعني مش هيبقى في احداث كتيره. فيا ترى ايه القصه بتاعت المسلسل ده؟ يعني انت على ايه؟ ليه عملوه كده؟ انا اتمنى ان انا الاقي اجابات للتساؤلات دي كلها في الحلقات الجايه ان شاء الله. وده كان انطباعي الاول عن مسلسل الحرامي. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، يا ريت لو الحلقه عجبتكم تعملوا لايك وشير، ويا ريت تقولوا رايكم في المسلسل في الكومنتات. لو انت مش مشترك انزل اشترك في القناه وفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم النهارده الساعه 10 ان شاء الله مع حلقه سلسله افلام ميشن امبوسيبل.